السلام عليكم، انا احمد حاتم من فون في اليوم. كان في سؤال جالي ليه متجه لويندوز فون. في الفيديو ده قررت ان انا اجاوب على السؤال ده. بدأت رحلتي مع ويندوز فون اني اشتريت موبايل لوميا 1320. كنت قبل ما اشتري لوميا 1320، ده كان في 2014، كان معايا اندرويد من 2012، كان سوني اريكسون اكسبيريا ميني برو، كان ساعتها باندرويد 2.3، وبعد كده اتحدث لاندرويد 4 اللي هو كان اسمه ايس كريم ساندويتش. في الفتره دي كان الاندرويد نظام تقيل جدا، نظام اي حد كان بيستخدمه كان بيموت من اللاج والتهنيج اللي في النظام، وكتير من الناس اللي حاولت ويندوز فون وقتها كان اكبر سبب بالنسبه لهم انهم عايزين نظام ثابت ونظام سريع، وانا برضو كنت من الناس اللي بتدور على نظام ثابت وسريع. اشتريت ويندوز فون يوم 3 ابريل بالظبط، بعد يوم واحد من مؤتمر بيل 2014 واللي اعلنوا فيه عن ويندوز فون 8.1، بعد ما عرفت كل عيوب النظام وكل مميزاتها وقررت ان العيوب دي مش هتأثر معايا. ابتديت استخدم بعديها ويندوز، كان ويندوز 8، كان اكتر نسخة من النظام فقيرة، ما كانش فيها حتى اشعارات، وكانت البلاطات عبارة عن الوان بس ما فيش صور، الا انه كان اكتر نسخة من ويندوز فيها ثبات واستقرار بسرعة عالية جدا، وده اللي يمكن اللي ادى شهرة لويندوز ان هو كان فيه ثبات واستقرار. جه بعد كده ويندوز 8.1 وكان فعلا تحسين كبير جدا عن ويندوز 8، اضاف حاجات كتير كنا عاوزينها زي الاشعارات، زي ان بقى فيه صور على بلاطات، وزي ان بقى حتى تقدر تحمل حاجات في الخلفية على جد. لكن ويندوز 8.1 كان خطوة في طريق لعدم ثبات النظام. فعلا ثبات واستقرار وسرعة النظام قلت مع ويندوز 8.1، لكن كانت لسه سريعة وكانت لسه كويسة جدا بالنسبة دلوقتي. جه بعد كده ويندوز 10، وبعد اكتر من سنه ونص على تطويره، احسن نسخه ويندوز نزلت على الاطلاق من ناحيه المميزات ومن ناحيه الشكل ومن ناحيه كل حاجه، الا انها قفلت ثبات واستقرار النظام. النظام اللي كان بيهنج وكان ثابت ومستقر بقى دلوقتي بيهنج، بقضي نص وقتي على الموبايل ما بين شاشات اللودنج وشاشات الريزيومنج، بعمل ريستارت الموبايل اكتر من 5 6 مرات في اليوم، باجي افتح ايدج الاقي المتصفح واقف خالص مش عارف يتحرك، بضطر اني اقفل ايدج وافتحه تاني، او الاقيه بيرعش بضطر اني اعمل ريستارت للموبايل، وده اللي بيخليني اعمل ريستارت الموبايل كتير. ممكن كل كام يوم تضطر انك تلاقي مشكله تضطر تعمل لها هارد ريسيت عشان تحل المشكله، ممكن تيجي تفتح ابلكيشن تلاقيه قفل لوحده، تيجي تعمل حاجه في الابلكيشن في ابلكيشن معينه تلاقيه قفل لوحده، بقى الابلكيشنز تعمل كراش اكتر ما بتفتح. والمشكله انها مش بس الابلكيشنز بتاعت المطورين، ممكن نقول ان العيب كان فيهم، لكن للاسف الكراشز بتيجي برضو على ابلكيشنز النظام نفسه. زي الكاميرا مثلا اللي لما تيجي تصور ممكن تلاقي فجاه ايرور تحتاج انك تقفل الكاميرا وتعيدها تاني. كنت متجه لويندوز قبل كده عشان كان في امل، وكنت شايف ان في طريق مايكروسوفت ماشي عليه، وكنت شايف ان لازم نظام تالت يظهر يكسر الصراع الثنائي ما بين جوجل وابل، لكن واضح ان مايكروسوفت نفسها ما كانتش لاقيه الطريق، ما كانتش مؤمنه ان هو ممكن نظام هينافس ما بين الاثنين، لدرجه ان مايكروسوفت نفسها لما عملت ويندوز 10 خلت نص المستخدمين تقريبا ما يقدرش يوصلوا لويندوز 10 رسمي بسبب انها مش واثقه ان النظام هيقدر يشتغل على اجهزتهم كويس. حتى الاجهزه اللي نزلها رسمي اللي هي اجهزه مايكروسوفت ما كانتش نزلها رسمي تحديث على طول على الفون ابديت، لا كان لازم تنزل من المتجر برنامج عشان تقدر تنزل التحديث، وده اللي مش هيعرفه ناس كتير قوي، وبس المهتمين هم اللي يعرفوا ان في تطبيق بينزل ويندوز 10. ده يدل ان مايكروسوفت اصلا مش واثقه ان النظام ده هيدي اداء كويس. مايكروسوفت مش مهتمه تماما بويندوز 10. اكبر دليل على كده مشاكل هبله في النظام، مشاكل تافهه جدا مايكروسوفت بتنزل تحديثه التاني وبتصلحش. اي مطور هاوي بيقدر يصلح المشاكل دي بكل سهوله. مؤتمر بيلد الاخير مايكروسوفت تجاهلت تماما ويندوز 10 او ويندوز فون، كانت بتتكلم دايما عن اندرويد اي او اس. ساتيا نادلا نفسه بيستخدم ايفون، جوبي فيوري نفسه اللي اصلا بيطور ويندوز فون مسكوه كذا مره بيعمل تويتات على تويتر من موبايل ايفون، كل ما يتسال بيقول لهم لسه انا بجرب الانظمه بتاعي. تيري رئيس قسم الويندوز والاجهزه في مايكروسوفت قال انه بصراحه ويندوز فون مش شيء مبهر، ويندوز فون مش هو راس الحرب بتاعهم ومش هو اهتمامهم السنه دي، ممكن بعد كده يبقى اهتمامهم وهيقدروا يدعموا الاجهزه بتاعتهم. تحديثات مايكروسوفت دلوقتي بقت حاجه كده تسليكيه، لان بقى في اجهزه فلازم يمشوا الامر.
يمكن مايكروسوفت بعد كده ترجع بالسيرفس فون اللي بتعمل عنه تسريبات، لكن السؤال هنا مين هيثق تاني في مايكروسوفت؟ عشان كده وبعد كل ده بقدر اقول بكل بساطه لكل الناس ان محدش يشتري ويندوز فون، بسبب ان اكتر ميزه للنظام اللي هي الثبات والاستقرار والسرعه راحت، وان اي موبايل اندرويد دلوقتي بيتغلب على اي موبايل ويندوز فون في الحته دي. ده كان رايي في ويندوز فون بعد سنتين من الاستخدام وبعد مسيره من الحب والامل، وانتهت في الاخر بخيبه الامل في النظام واليأس منه. عايز اشوف تعليقاتكم وارائكم في النظام. متنساش تعمل الفيديو ده لايك لو عجبك، شير الفيديو، تابعنا على انستجرام وفيسبوك والمدونة بتاعتنا، وهتلاقي الروابط دي كلها تحت في الديسكريبشن.